بعد 11 عاما على الثورة السورية تغيرت سوريا كثيرا سياسيا وعسكريا وإنسانيا واقتصاديا، وتحول المشهد فيها شيئا فشيئا إلى حالة من الشلل الكامل في عموم المحافظات. لكن وقبل أسبوع كسرت محافظة السويداء هذا الجمود باحتجاجات شعبية كان المحرك الأول لها القرار الذي أصدره نظام الأسد برفع الدعم الحكومي. ومنذ يوم الخميس الفائت لم تهدأ هذه المحافظة ولم يخفض صوت أهلها الذين رددوا شعارات طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية ورفضت السياسات الخدماتية والاقتصادية الخاصة بالنظام الحاكم في دمشق، لكنها أيضا نادت بالدولة المدنية الديمقراطية وإعادة توزيع الثروة الوطنية وتطبيق القرار الأممي الخاص بالانتقال السياسي، وهو ما اعتبره البعض إعادة إحياء لنفس 2011. للحديث أكثر عن آفاق احتجاجات السويداء وتداعياتها وعما قد تحمله من تغيير في المشهد السوري، ينضم إلينا من أنطاكيا الباحث في مركز جسور للدراسات فراس فحام. سيد فراس، أهلا بك. مرحبا. بعد 6 أيام على انطلاق هذه التظاهرات، كيف تقرأها؟ لماذا اقتصرت على هذه المحافظة دون غيرها حتى الساعة؟ يعني على الرغم من الحديث عن أنها قد تمتد إلى محافظات أخرى، لماذا لم تتحول إلى ورقة ضغط فعلية على السلطات الحكومية المحلية والمركزية حتى الساعة؟ أيضا علما أن السويداء تحسب على مناطق سيطرة النظام السوري، وبذلك فإن ما تشهده من حراك شعبي الآن يعتبر نقطة فارقة قياسا بباقي المحافظات. صباح الخير، تحية لك وللسادة المشاهدين. بداية لابد يعني في الحديث عن لماذا اقتصر الحراك على هذه المحافظة، يعني كان هناك في السابق حراك في باقي المحافظات السورية، لكن جرى مواجهته عن طريق الحل الأمني واستخدام قوات الجيش والأمن لإيقاف هذه الاحتجاجات أو تعطيلها. وهناك بعض المحافظات التي خرجت فعليا عن سلطة النظام السوري، وبالتالي يعني لا يوجد حاجة ماسة أو حاجة ملحة للخروج في احتجاجات كما حصل في السويداء. لمحافظة السويداء خصوصية على اعتبار أن غالبية سكانها من الطائفة الدرزية، وبالتالي النظام السوري ومن خلفه روسيا كان لهم مقاربة مختلفة مع ملف السويداء، لم يجنحوا باتجاه استخدام الحل العسكري، لأنه حرص على تسويق نفسه على أنه بين قوسين حامل الأقليات وأنه منخرط في محاربة الإرهاب، ولذلك كان الصدام المسلح أو استخدام الحل العسكري الأمني مع السويداء له تكلفة مرتفعة قد يؤدي إلى نتائج غير جيدة. وعلى هذا الأساس كان هناك أيضا من جانب سكان محافظة السويداء كان هناك يعني نأي بالنفس عن مساندة النظام السوري، أو غالبية السكان دعينا نقول نأي بالنفس عن مساندته، حيث امتنع عشرات الآلاف من الشبان عن الانخراط في جيش النظام، وكان هناك تشكيل لفصائل محلية هي بمثابة حماية للمنطقة انخرط فيها الشبان الممتنعون عن الذهاب إلى الخدمة الإلزامية. الآن بعد يعني أكثر من 10 سنوات، رغم خصوصية السويداء يعني كما ذكرت، وفي الوقت الذي غاب فيه أي تعليق رسمي من جانب نظام الأسد، تحدثت معلومات صحفية عن وصول تعزيزات أمنية وعسكرية غير مسبوقة إلى محيط المقار الحكومية والساحات التي تشهد تواجد لقوات الأسد، قيادة الشرطة وغيرها. ماذا يعني ذلك؟ هل هو يعني مجرد تخويف أم قد يلجأ النظام للتعاطي الأمني للمرة الأولى في هذه المحافظة؟ نعم، دعينا فقط نشير إلى أن التعاطي الأمني غير غائب، لكن نحن تحدثنا عن غياب الحل العسكري، بمعنى أن النظام يمتلك مقرات أمنية لأجهزة الأمن الرئيسية، ويقوم بالعمل دعينا نقول بشكل مخفي أو بعيد عن الأنظار
وهو بطبيعة الحال استخدم حل بديل ومول ميليشيات محلية، بعضهم ينتسب لأبناء محافظة السويداء نفسها. هذه الميليشيات تقوم بعمليات خطف وابتزاز وتهديد، لكن يعني ليس النظام ليس بالواجهة بشكل مباشر، فهو يعني يعمل على الحل الأمني وجمع المعلومات وربما إيقاف بعض المعارضين، لكن هو لم يستخدم الحل العسكري بمعنى القصف بالطائرات واستخدام الجيش كما حصل في محافظات سابقة. الآن قضية وصول تعزيزات أمنية يعني نحن نقرأها في سياق التعاطي المستمر، الترغيب والترهيب. يعني على الأرجح النظام استخدم هذه التعزيزات ليقول أو ليهدد أو يلوح بالحل الأمني أو العسكري، لكن كما جرت العادة سيسعى إلى فتح قنوات حوار مع الزعماء الدينيين ووجهاء العشائر من المؤثرين على الشارع من أجل العودة إلى التهدئة. فيعني أعتقد أن هناك تهديد في الحل العسكري ونفس الوقت هناك سيكون مساعي للمفاوضات، لكن أيضا لا بد من الإشارة إلى أن الاحتجاجات الحاصلة الآن في السويداء وإن كانت شرارتها المباشرة هي قرار رفع الدعم الحكومي عن شرائح كبيرة من الشعب السوري، لكن هناك تراكمات عديدة. أبرز هذه التراكمات أن هناك مساعي روسية للتدخل أكثر في المحافظة، هناك ضغوطات من أجل ملف ما يسمى. طيب بالحديث عن التدخلات الخارجية في هذا السياق سيد فراس، اقتصر موقف النظام قبل 3 أيام بصورة غير مباشرة على لسان المستشارة الرئاسية بثينة شعبان اللي كتبت مقالة جاء فيها أنه الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت بالعام 2011 وسحقتها قوات الأمن وتطورت إلى الصراع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات كانت بإيحاء من الخارج لتدمير البلاد. اليوم يهدد جهاد بركات وهو صار الأسد كل من يتظاهر ضد حكومة الأسد بالمحاسبة ويصفه بالعميل والمجرم والخائن والمرتهن لأوامر الخارج. ألا يكرر هكذا تصريح سيناريو العام 2011؟ نعم بالضبط، يعني نحن لا يجب أن ننتظر تغير في التعاطي من قبل النظام السوري، وهذا تأكيد، يعني ما أوردته حضرتك هو تأكيد على أسلوب التعاطي ذاته، لكن هو المشهد الآن في محافظة السويداء مقلوب، بمعنى أن الذي دفع أصلا شريحة كبيرة من الخروج إلى الاحتجاجات هو نشاط أو محاولة إيران تأسيس ميليشيات لها في محافظة السويداء، أيضا مساعي روسيا لأن تكون فصائل مسلحة موالية لها. كان هناك لقاءات بين وفد روسي سابق يعني قبل عدة أسابيع مع بعض الضباط التابعين للنظام السوري من أبناء محافظة السويداء من أجل تشكيل ميليشيات تابعة. يعني أنت ما تقول سيد فراس أن روسيا قد تتخذ من هذه الاحتجاجات ذريعة لزيادة تواجدها العسكري في المحافظة؟ لا، هو يعني هو الآن نحن نشاهد رد فعل، يعني رد فعل من الشارع، لأن روسيا مساعيها لإيجاد نفوذ وتأسيس ميليشيات هو قديم، يعني عمره أكثر من عام، تحاول أن تقوض الفصائل المحلية التي تحمي مدينة السويداء أو أسست من أجل حماية مدينة السويداء وسابقا انخرطت في قتال داعش، تريد أن تقوض هذه الفصائل وتنشئ ميليشيات بقيادة شخصيات تابعة للنظام السوري، وهي تحاول ذلك منذ قرابة العام. الآن لربما تنبه الشارع إلى خطورة الأمر، لأن هذا سيدفع أو الضغوط الروسية تريد أن تدفع عشرات الآلاف من الشبان محافظة السويداء للدخول في المؤسسة العسكرية للنظام السوري واستثمارهم لاحقا في المعارك في مختلف المناطق، لربما تريد زجهم في البادية السورية، لربما مثلا تستخدمهم لاحقا في معارك مع مكونات أخرى من الشعب السوري. فهذا لربما أخاف الشارع أكثر ودفعه إلى أن يعجل في النزول ورفع الصوت والمطالبات. يعني نحن الآن أمام صورة النظام هو من أو حلفاء النظام هم
من دفعوا الناس للخروج إلى هذه الاحتجاجات وليس العكس، يعني بمعنى أن الخارج هو يتدخل لصالح النظام مما أدى إلى احتقان الشارع وإلى تفجر الشارع. لكن هذا الخطاب والسردية يعني معروفة منذ 2011. أصلا المظاهرات التي خرجت في سوريا كانت هي غير متوقعة، لم تكن محسوبة، يعني بمعنى أنها كانت حالة انفجار للغضب على خلفية تراكمات واحتقانات مستمرة من عقود وليست وليدة اللحظة. يعني لا يوجد أي فعل هو وليد يعني وليد لحظة معينة أو يتأثر بعامل واحد فقط. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك الباحث في مركز جسور للدراسات فراس فحا.